حضراتكم تابعته خلال الاسبوع اللي فات، يمكن كان حصل ده الاثنين متاخر لحد النهارده، وموضوع اقتحام منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا بالم بيتش تحديدا، للاف بي اي تم اقتحامها للمكان بتاعه او المنزل بتاعه بحثا لأدلة عن انه يكون اوراق ومخبيها موجوده عنده جوه. ده حادث بيعد يعني الاول من نوعه ضد رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. اعلن وزير العدل الامريكي انه صدق شخصيا على مذكره تفتيش منزل ترامب في فلوريدا، وادان هجمات لا اساس لها طالت مكتب التحقيقات الفيدرالي. طبعا من ساعه ما حصل الامر ده والجمهوريين وانصار الرئيس السابق ترامب مش ساكتين، والمظاهرات مظاهرات خفيفه بس شايفين ان ده انتهاكات صارخه لحقوقه، والموضوع مش موضوع جنائي، لا الموضوع متاخد بشكل سياسي وسياسي مش نظيف زي ما بيقولوا. شدد وزير العدل على وجود سبب محتمل، وجود سبب محتمل استدعى التفتيش، وقال انه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية. والرئيس ترامب وافق طبعا انه هو كمان على نشر الوثائق، وطبعا شايف ان الامر سياسي مش امر جنائي. لحد وقت قريب كان الكلام انه الامر بيخص قانون السجلات الرئاسية، لكن قبل ما اطلع لحضراتكم بحاجات بسيطه، التهم اللي توجهت له على انها مخالفه لقانون مكافحه التجسس. متخيلين حضراتكم ان رئيس امريكا السابق متهم بقضايا او في قضايا تجسس؟ طبعا مش دي القضية الوحيدة اللي مطروحة دلوقتي لترامب، في قضايا كتير، منها ضرائب، منها معاملات تجارية، منها 6 يناير، كل ده حاطينه له على الترابيزة كده وبيحاولوا يخنقوا كل نور ينوروا الرئيس السابق ترامب علشان خاطر يوصل للكرسي مرة تانية. مداهمة منزل ترامب استندت إلى حد كبير على معلومات، خلي بالكم بقى من اللي هقوله لحضراتكم، ده مخبر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لكن معايا فيديو تاني وده ظهر لسه برضو جديد إن الموضوع فيه خيانة للرئيس ترامب، هنشوفه على مدار الخبر. بيقال إنه مخبر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكان قادرا على تحديد الوثائق السرية التي كان ترامب لا يزال يخفيها وموقع تلك الوثائق، يعني الشخصية دي عارفة الوثائق فين وإيه هي الوثائق دي. طبعا المداهمة كانت تمت في غياب الرئيس ترامب، والرئيس ترامب بيقول أنه أول ما الاف بي اي دخل المكان عنده عطل كاميرات المكان، كاميرات المراقبة، وده شايف ان ده امر يعني مش صح. وقال بعد كده ان هو بيتهمهم انهم ممكن يكونوا زرعوا له حاجات في المكان بتاعه او في منزله. يعني كان في رد طبعا من الرئيس ترامب، اصدر مكتبه بيان جديد يوم الجمعة بيؤكد ان الوثائق رفعت عنها السرية، وجاء في البيان أن سلطة تصنيف الوثائق ورفع السرية عنها تعود فقط لرئيس الولايات المتحدة. يعني رئيس الولايات المتحدة من حقه يرفع السرية عن وثائق، بس الموضوع مش بالسهولة دي، بيكون ليها إجراءات، والإجراءات دي ليها رولز، وهل هو ماشي على الرولز دي ولا لا، ده اللي هنعرفه الفترة اللي جاي. بينما يقول ترامب أنه رفع السرية عن الوثائق قبل مغادرته منصبه، وأصر حلفائه على أن الرئيس لديه السلطة للقيام بذلك. طب الوثائق دي فيها إيه؟ واشنطن بوست قالت يوم الخميس أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية اللي كانوا بيبحثوا عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية يخشى مسؤولون أمريكيون أن تقع في الأيدي الخطأ. الموضوع داخل في ملفات نووية،
والبعض بيقول انه اليومين اللي فاتوا هو كان مقرب قوي من السعوديه. طبعا يعني بما ان زياره السعوديه فشلت والسعوديه دلوقتي تحت العينين وبيطلعوا لها الحاجات اللي من زمان، يعني حطوا دي كمان بالمره وقالوا ان الرئيس ترامب كان ناوي انه يتفاوض مع محمد بن سلمان في مقابل ان يديله المستندات دي. ده امر خطير، يعني الكلام اللي بيتقال ده لو تم فعلا وحصل ان الرئيس ترامب عمل كده، ده امر مش ممكن حد يتوقعه ان واحد زي ده يعمله. واحد زي ده بيحب بلده، مش ممكن ابدا يسلم دولة تانية ورقها. انتوا فاكرين قوي الرئيس ترامب كان بيعمل ايه مع محمد بن سلمان؟ عشان يجيب فلوس لامريكا والامريكان، مش عشان يسلم بيها امريكا والامريكان. خليني اشوف مع حضراتكم فيديو عن الخيانة جاياله منين، وارجع اقول لحضراتكم ردود الافعال عن الموقف ده من بعض الساسة ومنهم مايك بينز وعضو في الكونجرس. نشوف الاول الخيانة جاياله منين وهل الكلام ده صح ولا لا. خلينا نشوف سوا. هل فعلا زي ما بانت في التقرير ان كوشنر وإيفانكا كان ليهم يد وكانوا من الناس اللي كانت سبب في المشكلة اللي حصل الرئيس ترامب دلوقتي؟ هل فعلا هم اللي دلوا عن الحاجات دي جوه القصر بتاعه؟ من ضمن الملفات زي ما التقرير كان مبين ان كان في ملف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. قالوا او يعني الناس زي ما بان في التقرير المساعده بتاعت هيلاري كلينتون قالت ان ده خطر لانه ممكن كمان يساعد الرئيس بوتين انه يعمل مشكله للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وشمعنى التقرير او الملف الوحيد او الرئيس الوحيد اللي كان موجود مع الرئيس ترامب؟ دي اسئله يعني انتوا اللي المفروض تجاوبون عليها، يعني احنا برضو مش عارفين ليه بس ايمانويل ماكرون اللي كان له ملف هناك. ترامب بيقول انا لما كنت بروح هناك كنت باخد معايا اوراق واشتغل فيها عادي يعني، لكن ما كانش للهدف منها انه يستعملها ضد الولايات المتحده الامريكيه. صحيفة وول ستريت جورنال قالت انه تم مصادرة 20 صندوق بتحتوي على صور ووثائق وملاحظات، وتضمنت الوثائق قرار بالعفو عن مستشار ترامب السابق روجر ستون بالإضافة إلى معلومات عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحدد المفتشين 11 مجموعة مختلفة من المستندات السرية، من بينها مجموعة صنفت على أنها سرية وحساسة للغاية، وأربع مجموعات سرية للغاية، وست مجموعات سريه. وكشفت مذكره التفتيش ان الاف بي اي بيحقق مع ترامب في انتهاك محتمل لقانون التجسس، ودي خطيره جدا جدا جدا. نيجي مايك بينز قال النائب السابق للرئيس ترامب ومن المحتمل انه يكون المرشح في 2024 ومنافس لي، قال قلق عميق إزاء تفتيش منزل الرئيس السابق، وقال إنه تنم عن إنجاز انحياز حزبي من جانب وزارة العدل. وفي تيلر جرين عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري المدعي العام بأنه تجاوز صلاحياته من أجل ملاحقة السياسة من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس جو بايدن، وأن هدف ذلك منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض. ما هو بعد ما الرئيس ترامب ابتدى صوته يعلى وابتدت أسهم بايدن تنزل، وهوري حضراتكم فيديو كده نزله له اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا علشان خاطر بيعملوا مقارنة والحالة اللي احنا واصلين لها لرئيس الولايات المتحدة. ده السبب او ده اللي بيجاوب على سؤال ليه دلوقتي، لان في انتخابات في نوفمبر اللي جاي، يا اما يظبطوا بقى الكونجرس
يا اما نفضل زي ما احنا ويحصل اللي حصل من كام يوم، ان في اكت اتمرر وتسقف له وتهلل له وكلنا هنشربه المره الفتره اللي جايه. لما سالوا بايدن وقالوا له انت تعرف عندك فكره؟ قال لهم انا لا ما اعرفش، لا يا خبر هو في كده، انا عرفت بس من التلفزيون. يا راجل يا راجل، ده عرفوا ان احد الناس اللي زقوا على الموضوع دول من المقربين ليك، مع الاسف يعني. بس هو في معايا صورتين كده او صوره، هي اخبار الايميلات بتاعت هيلاري كلينتون. ايه؟ انا اسفه على صوره هانتر، بس دي اللي موجوده دلوقتي. اخبار اللابتوب ايه بتاع هانتر؟ ولا حاجه، هي ستيل بتضحك وهو ستيل عايش في ميه البطيخ اللي هو عايش فيها. عنده طبعا فيديوهات ما ينفعش تتذاع ابدا على القناه عندنا، موجوده على السوشيال ميديا لو حابين تتفرجوا عليها. حاجه شيم شيم يعني هو بس سؤال كده. المهم علشان خاطر يوصلوا الرئيس ترامب انه يتحاكم في قانون رقم 2071، ده اللي هو الحيازه الجنائيه لسجلات حكوميه، نتيجته ايه بقى؟ يمنع المدان من تولي منصب حكومي. هم بس عايزين يحطوا رجله انه بس يتنفذ عليه الماده دي، علشان ما ينفعش ما يقرقهمش في 2024. هم شايفين ان ترامب بالنسبه لهم مشكله، مشكلة كبيرة جدا. واعتقد انه مش محسوب من ضمن رؤساء الولايات المتحدة الامريكية، هما شايفينه انه حاجة لوحده كده. مرتين يحاولوا ينحوا، ما بيتنحاش. ملبسينه قضايا من يناير، وقت ال 6 يناير ريادة لحد دلوقتي، ولسه ما اتحكمش فيها ولسه ما توجهتلوش اي تهمة. او بالظبط يعني هو مش مدان في ولا واحدة من دول. هل القضايا التجارية؟ هل القضايا بتاعت المستندات والسجلات؟ هل اللي مفرودة كده في المحاكم هتطول واحدة منها وتكون سبب انه يتنفذ عليه الامر ده؟ محدش عارف. هو في موقف لا يحسد عليه بالمرة، وبيحاولوا يشدوه لتحت بأقصى قوتهم، بيحاولوا يفشلوه بأقصى قوتهم، لكن ربنا موجود ولو غلط هيتحاسب. بس مش غريب ان كل دول مجتمعين عليه ولحد دلوقتي ما ظهرش انه مدان بكل قوتهم بصراحة، وهم مش قليلين واللي هم بيعملوه مش قليل. هو بس مشكلة الناس دلوقتي انه بيقولوا لك بلاش نزج الهيئات الكبيرة دي في خلافات سياسية زي ما احنا شايفين. هختم خبري معاكم بالفيديو اللي الناس نزلوه على السوشيال ميديا. الرئيس بايدن كان راكب او نزل من هليكوبتر هو والسيدة حرام، يعني راجل مخضرم زي ده، لف في الدنيا وسافر وراح وجه، وفي الخط السياسي ده ليه سنين، ما هوش عارف ان الهليكوبتر فيها مروحة كده فوق وبتطير الهدوم والشعر والجواكت واي حاجة. يا راجل يا راجل، حسبي الله ونعم الوكيل. نشوف الفيديو كده سوا معلش، واحنا بنتكلم جابوا اللي فوق الرئيس ترامب. معرفش الفيديو جاهز يا اسامه. الرئيس ترامب نازل بالكاب بتاعه وميلانيا لابسه الاشارب، وبصوا انتوا بقى على اللي تحت. الراجل مشي وربط بدلته وسلم، وهي سلمت وكل ده وهما ماشيين، والتاني لسه بيلبس الجاكيت. قربوا يوصلوا البيت، كل ده وهما ماشيين وهو لسه بيلبس الجاكيت. ومش كده وبس، بعد شويه النضاره وقعت. ايه اليوم ده؟ من كام يوم برضو نزلوا له صوره، واحد طلع بيسلم، هو معلش انا ما جبتوش معايا، واحد طالع يتكلم، فبعد ما خلص كلام راجع وراه بيسلم. الرئيس بايدن واقف واتنين تانيين جنبه او ثلاثة تانيين جنبه. اول واحد سلم عليه بايدن، وبعدين سلم على الناس يمين وشمال. خلاص سلم على بايدن، لكن بايدن ظهر انه نسي، ففضل مد ايده وزعل قوي انه ما سلمش عليه الراجل. ما هو سلم عليك في اول مرة. بصوا احبائي،
طبعا احنا كنا اليومين اللي فاتوا بنتكلم او بيكلموا الديمقراط الرئيس بايدن ناوي او يعني بيفكر انه في 2024 يترشح. يعني ازاي واحنا مش صادد معانا اليومين دول لحد دلوقتي، لسه ما كملناش سنتين على المنظر اللي شفناه. يلا ربنا يستر، والحقيقة يا رب تبان. اذا كان ترامب مخطئ فلازم يتجازف، وده اللي تعودنا عليه من امريكا، بس ما تعودناش اللي احنا عليه بصراحه اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ان احنا نعمل مشاكل من ما فيش علشان خاطر نمنع او نقفل الباب في وش الراجل ده، كما لو ان شيطان او الشيطان يعني هيلقوا عليه علشان خاطر عنده حاجه كويسه وعنده خير للبلد دي. على فكره الشعب الامريكي يستاهل الخير، ما يستاهلش ابدا المنظر اللي احنا فيه دلوقتي. عيب عليكم، ربنا معاكم.